أخبار اليوم. معالي وزير الثقافة الكاتب الصحفي حلمي النمي. بنتشرف طبعا بحوارنا مع حضرتك في ضوابط أخبار اليوم. بداية عايزة حضرتك تكلمنا عن استراتيجية وزارة الثقافة في الفترة القادمة. في أهداف أساسية في الفترة القادمة بنشتغل عليها. القضية الأولى هي تحقيق العدالة الثقافية بأنه الثقافة تنتشر في كل مصر وخاصة الثقافة الريفية، بمعنى أنه ما ينفعش أنه القاهرة تحتكر العروض المسرحية فقط، لازم العروض المسرحية المسرح الدولة تخرج إلى كل أقاليم مصر. اثنين، نفس الشيء بالنسبة لحفلات الأوبرا وللنشاط الأوبرالي وغيره. معرض الكتاب تقام معرض في كل المحافظات على طوال العام. ولا نكتفي فقط في الأقاليم، الثقافة جمالية. وزارة الثقافة، احنا السنة دي في معرض الكتاب عندنا المحور الأساسي الثقافة في المواجهة، اللي هو احنا عندنا مشكلة الإرهاب والتطرف والتشدد. الإرهاب بتتم مقاومته أمنية برجال القوات المسلحة وبوزارة الداخلية، لكن أفكار التشدد والتطرف يتم مواجهتها ثقافيا عبر مؤسسات وزارة الثقافة ومؤسسات التربية ومؤسسات التنشئة. رؤية حضرتك، كيف ترى قيادات الوزارة الجدد؟ كيف ترى أدائهم في مناصبهم؟ لا، القيادات الثقافة الجدد، احنا عندنا الدكتور أنور إدريس رجعنا المركز القومي للترجمة وهو بيؤدي دوره بكفاءة. في الدكتور عمل الصبان في المجلس الأعلى للثقافة وأيضا بتؤدي دوره بنشاط، أتوقع على مزيد من ذلك. تداولت الصحف والمواقع الإلكترونية في الفترة الأخيرة عدة أخبار عن تحفظات الرقابة الإدارية عن صندوق التنمية الثقافية. الرقابة الإدارية بتمارس دورها واحنا بنتابع تقاريرها وتلتزم بما يجب. لكن أنا عايز أفرق، أرجوكم، أنا بفرق بين المعلومة والشائعة. إلى أين وصل ترميم دار الكتب القديمة؟ كان بالأمس في اجتماع عقده الدكتور شريف شاهين مع الفريق الهندسي اللي هيقوم على ده والعمل في هذا الملف. وزير الثقافة السابق دكتور عبد الواحد النبوي أعلن عن إنشاء شركة قابضة للصناعات السينمائية ولجنة لإدارة أصول السينما. إلى أين وصل هذا المشروع؟ هل هو استمر أم توقف؟ مستمر، وإحنا بصدد تأسيس هذه الشركة الآن. ما قاله الدكتور عبد الواحد صحيح، وما هو احنا مستمرين في هذا الموضوع. هل وضعت يدك على طريق البداية؟ تقريبا، يعني احنا بنحاول التغييرات اللي حصلت واختيار قيادات جدد والتركيز على صف تاني للقيادات بمحاولة. البيت الفني للفنون الشعبية، الفرق الفنية اللي فيه مثل فرقة رضا والموسيقى القومية أوشكت على الاندثار. لا. عقب لا. قرار لا. مجلس الوزراء لا. بإيقاف تعيين أي لا. راقص لا. أو عازف. لا لا لا. على الاندثار لا، الفرق موجودة وتؤدي دورها. موجودة، لكن اسمعني بس إن في قرار رئيس قرار من مجلس الوزراء بإيقاف تعيين أي راقص أو كذا، هذا كلام مش صحيح. الهيئة العامة لقصور الثقافة. ماذا؟ الحمل الثقيل. إلى أين؟ أنا بأقترح عليكي أنك تتفضلي إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة وتعملي حوار مطول مع الدكتور أبو الفضل ورضانو، هيقول لك هيجاوب على هذا السؤال. ولكن الهيئة بتشتغل. إحنا عملنا الشهر الماضي قوافل التمويل وذهبت إلى جامعات المنيا وأسيوط وسوهاج. إحنا أعدنا تشغيل قصة ثقافة الغرباء لم يكن يشتغل وبيمارس نشاطه. احنا نشطنا البيوت الثقافية في جنوب سيناء بالكامل، وقريبا سوف نفتح قصر ثقافة حلايب وشبكة. المجلس الأعلى للثقافة، ألو، حضرتك في آخر تصريح لبوابة أخبار اليوم كنت أعلنت عن إقرار لجان المجلس الأعلى للثقافة وأعلنت واشتغلت بالفعل، ولكن كعادة الحال في الوسط الثقافي لم تلقى استحسان البعض. لا متوقع، وأي تغيير أو تعديل، إنك أنت لجان المجلس الأعلى للثقافة بتضم كلها، إحنا بنتكلم عن أقل من 600.
انت عندك على الاقل 20,000 متوقعين انهم ينضموا الى هذه اللجان. ان حضرتك تفكر في تغيير بعض قيادات دار الاوبرا؟ وليس صحيح، لا يوجد اي تفكير من هذا النوع. والقياده الحاليه الموجوده في دار الاوبرا ممثله في الدكتوره ايناس عبد الدايم، سيده تعمل بكفاءه وبنزاهه وبشرف، وانا سعيد باللي هي بتقوم بيه وبدعمها دعم كامل. كنت عايزه حضرتك تكلمني عن تواصلنا مع الدول الاخرى زي المغرب، هل في مبادرات جديده؟ شوفي احنا عندنا تواصل مع كل الدول العربيه تقريبا. قبل المغرب كان في اسبوع ثقافي مصري في لبنان وبين بيروت وطرابلس، والحقيقه الاسبوع نجح نجاح مبهر. واحنا المبادره الخاصه بالمغرب في مبادرات زيها مع عدد من الدول العربيه. احنا السنه دي مثلا مستضيفين البحرين كضيف شرف في معرض قرار الكتاب. عندنا مبادرات من هذا النوع مع معظم الدول العربيه اثنين، ومع عدد كبير من الدول الافريقيه وعدد من دول العالم. المركز القومي للترجمه طبعا دوره معروف جدا، لكن ده تساؤل شخصي ليا انا من زمان جدا. ليه الاعمال الادبيه المصريه لم تترجم الى لغات اخرى؟ احنا ليه بنترجم الغرب ما بنترجمش للغرب الدعم؟ ليه ما فيش مشروع لده؟ يعني انا في اكتر من شخص قال لي انه عمل مشروع وقدمه. احنا اللي بنسعى الى ترجمه الاعمال الغربيه، وبالتالي احنا بننتظر انه اعمالنا هيتم السعي الى ترجمتها بدات يحصل. من جزء من المشروع ان احنا يتم ترجمه اعمالنا زي ما حضرتك بتقولي، وده هنشتغل عليه في الفتره القادمه، لكن ده محتاج تمويل. تمويل. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي حلمي ممدوح، والف شكر. شكرا يا استاذ ممدوح. شكرا.